مساء الخيرات والليرات، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج اسرار اريج. اليوم تحديدا ما رح يكون في بس اسرار اريج، حيكون في اسرار لاريج ومدرسه اريج. خليني سريعا اتشكر رعاتنا اللي رافقونا خلال الشهر الكريم لحتى اخبركم مين هي ضيفتنا اليوم. بتشكر شركه سوما للخضار والفواكه، بتشكر بهارات مجدي، بتشكر شركة بروتين يلي بينزل تحت أكيد منتجات اليمامة وخضروات الأهرام وميما، وبتشكر شركة دانا للأسماك، وبتشكر ميت شوبس، وأكيد أكيد يعيش المحلي فبتشكر شركة خزان. وشكر خاص من القلب لشركة الفياصل للأواني المنزلية والفضيات. نحن هون كل يوم برعاية علي عبد الوهاب مع بوش ومطابخ نولتي. اليوم أنا ما رح كون عندي ضيفة، للحقيقة حكون أنا ضيفة. حكون ضيفة عن شخص كتير حساسة وتعني له الكلمة والحرف، لأنه هي بتعني له الكلمة لأنه كاتبة وشاعرة. ما رح نختلف على طبخة لأنه خلقت بعيلة بتطبخ، فأكيد نفسها رائع. الكلمة الحلوة حتشوفوها حتى لما تروحوا مطبخة، حتلاقوا بيوت شعر مكتوبة على فنجان القهوة عندها، أكيد كلكم عرفتوها. ضيفتنا اليوم حاملة المسؤولية والقضية، أكيد ما بقى أكمل لأنكم عرفتوا مين معنا. فاصل صغير وحنكون مع الشيف سوسن دانا. اهلا وسهلا فيكم من جديد. بتعرفوا اليوم شو طبختنا؟ بعتقد واضحه كل التفاصيل. طبختنا هي، اهلا وسهلا. اهلا، نعاد عليكي بالخير. وعليكي، ويعطيكي الف عافيه، وشكرا على المقدمه اللي بتخوف اللي قلتيها. لا هذا حقيقه، بس اليوم انا ضيفتك، انت من اهل البيت وانا ضيفه عندك، فشو ما بدك قولي لي. طبعا احنا عند علي عبد الوهاب المطوع، هذا بيتنا الكبير ومطبخنا الكبير، وبصراحة هالشركة هاي على عيننا وراسنا وما بتأثر أبداً أبداً. كلام 100% صحيح. من أي ناحية اليوم إحنا رح نكون سعيدين إنه رح نستخدم الطناجر الرائعة اللي عند علي عبد الوهاب، رح تسهل طبختنا ورح تخليها أطيب ورح تستويها كتير صح. تمام. أنا هاي الماركة تحديداً كتير بموت عليها. إحنا اليوم رح نعمل المنسف أريج. حلو. المنسف، لا دقيقة، أي منسف؟ أي منسف؟ المنسف اللي هو المفروض أردني قصدك أو فلسطيني؟ اللي أنا باكله عندك شو هاد؟ منسف فلسطيني. أوكي، هلأ البلدين أهل أكيد وأخوان وحاضنين لبعض، ما بدنا يكون في من قصد الكلام أي تفرقة. المنسف الأردني مسجل باليونسكو منسف لأهل الأردن، هو فعلا لأهل الأردن، بس أهل الأردن لأنها منطقة صحراوية بلش المنسف عندهم بالخبز وطبعا باللبن. هذا هو المنسف الأصيل تبع أهل الأردن. لما المنسف انتقل على فلسطين، الفلسطينية أضافوا له الرز، لأنه بهديك الأيام كان الرز واصل لفلسطين مش واصل للأردن. فبنقدر نقول أنه منسف الفلسطيني هو الرز، ومنسف الأردني هو الخبز، مثل ما بيسموه أهل الصحراء الثريد أو التشريبة، الخبز المشرب باللبن. ولكن مثل ما قلنا ما في اختلاف والبلدين اهل. طيب الحمد لله انك وضحتي لنا. انا حابه ادوق من ايدك المنسف اللي دائما باكله بمطعمك، اللي هو تقريبا يعني خلينا نقول المنسف اللي انا بعمله شوي، بعمله كمان على طريقه اهلي. المنسف الاصلي، بس علشان نوضح وما يصير في هجومات، المنسف الاصلي ما بيقدحوا له اخر شيء اريج بالثوم. اوكي. هلا عائلتي وامي بتقدح له بالثوم، وانا وانتي شف وبنعرف انه اللبن عاشق للثوم. طبعا اللبن بيعشق الثوم، فانا ما بشوف انه في غلط انه ينقدح له. اللي ما بده يقدح له لا يقدح له. اوكي خلينا نبلش رايك.
طبعا لازم اللحمه اللي عندنا تكون لحمه ضاني وفريش، وهاللحمه انا بفضلها من الاكتاف، من الموزه، الرقبه، زي ما بدكم. بدنا نطلع لنا اليوم كل الاسرار، يعني اسرار اريج وسوسن. ما ضلش في اسرار، كلهم فضاح. رح احط شوي زيت نباتي مبدئيا، وهي على فكره هاي الاكله ما لها بهارات. هلا رح تشوفوا انه حتى ملح ما رح احط، لانه لبن الجميد معروف انه هو بيتجفف بالملح. مالح عشان هيك بنغسله وبعدين بننقعه، اوكي؟ فانا رح تشوفي ما رح احط ولا نقطة ملح، بس رح استخدم الملح بالرز. تمام. اوكي، في عندنا مطيبات زي البصل رح نحطهم عشان نسلق فيهم المنسف. حبايبي خليني اقول لكم كمان شغله، في الاهل الاصليين للمنسف بيطبخوا من اول اللحم النيه بيطبخوها باللبن، يعني ما بيسلقوها، بيطبخوها دغري باللبن، بيكون اللبن كتير خفيف، بينزلوه وبعدين بيسلقوه اللحمه مشان اذا استحمل وقت يجمد شوي. بس انا بصراحه بعملها على الطريقه الاسهل. ورق الغار بيستخدمه الكنعاني او الفلسطيني الكنعاني من اكثر من الاف السنين، وانتقل ليومنا هذا معنا. ورق غار، هيل، فلفل اسود، اوكي، هاي كلها مطيبات راح تنكه عنا المرقه. اوكي، راح انزل اللحمه ومي مغليه بليز قريب، يلا فورا. راح اللحمه بس اخليها، ما بدي اعطيها لون، بس بدي اياها يصير يروح منها اللون الاحمر. شايفين المنسف لازم القطعه تكون فيه كبيره، بس طبعا اذا بعظمه بعظمه، لا منسف بعظمه. طبعا لا لا لسه حتقليها. خلينا بس نقلي يروح اللون الاحمر. تعشق من المطيبات وهيك، شوفي كيف اللون، يا سلام الروايح كمان. وعندنا مستكة، يلا انا شوي بس هدي بليز. انا دقيت شوي مستكة، المستكة للسلق على فكره كثير طيبه، عشان يكون عندكم منسف طيب بدكم لحمه كويسه نوعيه منيحه، وبدكم جميد طيب، وانا دائما بستعمل الكركي، اوكي، وبس سمنه بلديه. السمنه البلديه هي اللي راح تطعم المنسف تطعيمه حلوه. سوسن، كيف سفرتك اول يوم رمضان؟ شو هل عندك يعني اكلات معينه لعائلتك وحبايبك اول يوم؟ هلا شو بيتشهونوا اول يوم بدنا نعمل لهم؟ والله نيالهم، نص الكويت عم تحسدهم يمكن، الله يحميهم يا رب. حبيبتي شوفي، اكثر شيء بيروح اول رمضان لازم السمبوسكات والكباب طبعاً، وهيك، وطبعا شوربه، بعدين يا ورق عنب يا مشبوس. بنشوف اهل البيت شو جايبين، لسه بتختاري شو تطبخي لهم، يعني بحكم انه انت ما شاء الله عندك بزنس، عندك مطعم، فبتحتاري لسه؟ طبعا بوجع الراس، يعني هي حيرة الام مو حيرة الشيف. لا لا، هي حيرة الام وحيرة ارضاء اعضاء البيت الافراد. هذا بياكل سمك، هذا ما بياكل، هذا ما بده طبيخ، هذا بده اشياء نواشف. الله يحميهم يا رب. اوكي، هيك صار منيح اللون. عندنا مي مغلية، مش لازم نلعب بدرجات الحرارة، اذا اللحمة سخنة المي سخنة، اذا اللحمة باردة المي باردة، اوكي. هذا بيعمل ريحة مش طيبة إذا حطينا حرارات مختلفة. أوكي، ما رح أحط ولا نقطة ملح. تمام. لأنه عندنا لبن الجميد مالح. أوكي، يلا هلأ رح نسلق اللحمة، وهي جبت لك الغطاء، مرسي. وهيك رح نترك اللحمة تسلق ساعتين ثلاثة، لازم نحس اللحمة، وكمان بدها تنطبخ مع اللبن.
وهلا نجي للجميد. هاللبن المميز اللي طعمه كتير طيب بيجي بهالشكل، طبعا لازم ينغسل لانه حواليه طبقه ملح كتير قويه، وبعدين بنكسره اسهل لنا لما يصير هيك تقريبا، وبننقعه بالمي يفضل لتاني يوم. اوكي، فاحنا هاي رح ننقعها ومنسكرها خلص. تاني يوم بليز اريش ثانك يو. تاني يوم كيف رح تكون؟ تاني يوم رح تكون عندنا طريه وبنخلطها بهالخلاط الحلو تبع بوش، صح هيك؟ يلا اريش ساعديني حطيه هو والمي بس كمية معقولة. وهون عندنا اللحم استوى، فصلته عن المرقة، شلت منه كل البهارات عشان نحط اللبن فوقه، اوكي؟ ونتركه يتسبك هيك ويعطينا الطعم اللذيذ. يتكتك مع بعضه بالضبط. فهي طنجرة اللحمة، بعدين بدنا نعمل الرز. يلا بوش جو. بدنا مصفاية. طيب شو رأيك لبين ما نخلص كل الكمية ونصفيها نطلع فاصل ونرجع ركض؟ يلا خليكن معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد. اوكي، خلطنا اللبن، لازم ننزله ثرو مصفايه، من خلال مصفايه، وبعدين اذا لقينا فيه كثير بعدهم بنرجع كمان نعطيهم شويه مي وبنضربهم، لانه يعني مثل ما بيقولوا يحوينتهم. صح. خلص يلا. هلا اوكي، هلا انا عندي اللحمه رح تنطبخ مع اللبن. قرص اللبن هذا مو شرط يكفي بس لطبخه، ممكن ياخذ اكثر من طبخه بصراحه. وهون طالع عندي شوفوا كيف هيك مثل ما بيقولوا بالكويت خاثر، فانا اكيد رح افقسه بشويه مرقه. اوكي خليني انزل. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وهلا رح يضل اللبن جنبي قد ما بدي، رح ارجع اخذ. هلا رح احط له شوي المرقه. انا فصلت المرقه مثل ما قلت لكم، فصلت المرقه عن كل المطيبات. هلا بنزيد المرقه هون لانه هو تقيل. اوكي ممتاز. بقيه المرقه اللي عندي رح اطبخ فيها الرز. تمام. اوكي اريج نعبي مرقه لو سمحتي. تكرم عيونك. وهلا انا أوكي. بشوف يلا ملينا الدنيا. وهلا انا بشوف اذا احتجت لبن بقدر، لانه عندي لبن. اوكي حبيباتي، اي اكله بيكون فيها رز وفوقيها مكسرات الاطيب انكم تطبخوا الرز بالسمنه او الزيت اللي انقلى فيه المكسرات. اوكي طبعا اليوم للمنسف عندنا سمنه بلديه ريحتها بعلي عبد الوهاب المطوع كله. رح هي سمنة سوسن جابتها معها. سمنة بلدي بلدي. الله أكبر. تسلم إيدك. هاي ذكرتني أيام المزرعة لما كانوا يعملوا لنا فيه بيض مقلي. الله الصبح يا سلام. طبعاً أول شيء بنبدأ باللوز لأنه اللوز بيطول أكثر من الصنوبر، أنصحكم تعملوا العكس. بس تشوفوا إنه اللوز بلش ياخذ لون بنحط دقيقة لصنوبر. أوكي وهلأ بدنا نقليهم نحمرهم. وعندنا نوعين من الرز. هي الأكلة الرز تبع المنسف لازم يكون نوعا ما هيك مو معجن بس يكون ماسك على بعضه، لأنه الطريقة الأصلية تبعت أكل المنسف اللي هو بالإيد، الإيد الشمال بتكون ورا والإيد اليمين، وبيعملوا فيها هيك بتصير مثل حبة الكبة وبياكلوها. I think احنا هيك كويسين. بعتقد حاج لأنه يلا. حساس. اوكي.
هلا بنفس بواقي السمنة حنزيدها شوي، رح أطبخ الرز ورح أخلط بسمتي مع مصري، يعني منكتر المصري عن البسمتي. أوكي، خليني أعتبر هذا سر من أسرارنا اليوم اللي أنت عطيتينا إياه. أنا صراحة ما كنت بعرف إنه بنخلط. بنخلط؟ لا ما كنت بعرف، عرفت هلا مني. في ناس كتير بحبوه بالرز البسمتي على فكرة. أوكي، يعني هو بالآخر الأكل صح في أصول للأكل، بس بيقدر الواحد كمان يغير أشياء بسيطة بما إنه عم بياكلها بمحيط العيلة يعني. صح. بس مش نحط على المنسف ملوخية. هيك قصدي إنه التلاعب بالأكل. صح. أو ال إيش بسموه، يعني فينا نعمل التويست صغير التويست ضمن كلمة معقول. الفيوجنز اللي عم بتصير بالأكل لازم أنا برأيي تكون معقولة، التويستات لازم تكون منطقية. عرفتي كيف أريج؟ هو الأكل بحسه، أنت عم تقولي، أنت دايما بتقولي لنا على فكرة، لأني أنا حضرت لك كذا ندوة، دايما بتقولي الأكل جغرافيا وتاريخ، وأنا بقول كمان الأكل فلسفة، فبدك تشوفي شو اللي بيلبق مع بعضه. بالضبط. طيب خليني أزيد شوية سمنة، نتفة صغيرة كمان. هلأ رح يطعم الرز بطعم المكسرات. البهار الوحيد انقذينا فيه أريج، شو بدك؟ البهار الوحيد اللي بنحط على المنسف، الرز المنسف، كركم فقط لا غير. وراح احط كثير شوي، معلقه، ثانك يو. راح احط هالقد لانه الكركم قوي، غير انه مفيد للصحه كثير. شو صار له عز؟ شو صار له عز وقت الكورونا هالكركم؟ شايفة؟ دخل بخلطات كتير، بس هو فعلاً بيعطي لون صفار حلو للرز. طيب عندنا هون مصري، احنا اليوم عملنا هيك على البركة، انتوا شوفوا قديش بدكم تعملوا. هذا رز مصري أنا ما غسلته، سوري ما نقعته، غسلناه بس ما نقعناه. هاي حركة أمياتنا، هي صدقيني كل البركة، اللي مش لازم نخلي ولا حبة. أوكي، بدنا ملح كمان هلأ. حاضر، وهي الملح، أعطيني عنك بليز. أوكي، وراح أحط لي شوية. دايما الرز علشان ما يلزق في بعضه بأي أكلة، حلو تحميصته شوي، وإنه نعمل له مثل تغليفة بالسمنة أو بالزيت، المادة الدهنية. صح. أريج نحط حبيبتي نص هذا الرز. نصه؟ أوكي. هي قاسته؟ إيه. حطي ما شاء الله الاستوديو مليان. ما كله صراحة لما عرف كله بحب المنسف. لا، ولما عرف انه انت تحديدا جاية. يلا ان شاء الله، الله يجبر خاطرنا بهالأكلة. اوكي، عندنا بقية مرقة. ايه، وممكن نحتاج مي اذا المرقة مش كفاية عادي. طيب شو رأيك نطلع فاصل يلا ونرجع؟ حاضرين. ما لح لكم خليكم معنا، لان اكيد ما لح تغيروا المحطة. حمصنا الرزات، خلينا نملحهم، نعطيهم الملح، والملح عذوقكم. اوكي، هلا بعدين انا رح اشوف اذا بده ملح رح ازيد. تمام. اوكي، عندنا مرقه اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت. هلا اذا ما كانتش كفايه رح ازيدها مي عاديه، لانه انا اخذت بقيه المرقه للبن. اوكي، كل كوب رز بياخد كوب ونص مرقه. انا بعمل على البركه، انتوا اعملوا بالمعايير، كل حدا زي ما متعود. حتعملي لنا اليوم دقه معه ولا لا؟ شوفي هلا في ناس اذا بيشوفوا الدقه رح يعني كثير يزعلوا،
انه ولو المنسب بنعمل له دقه. في ناس كثير بتحب كيف بالكويت بياكلوا مع المشبوس المعبوش والاتشار، هاي اشي جانبي ما له علاقه بالطبخه، كانك انت عم تاكل مخلل مع شاورما ولا اضافات على الذوق. بالضبط، هادي بيجي معاه كثير زاكي وبليز اعملوه. انا لا بدي اياه مثل ما دقته عندك. مثل ما دقتي عندي، اللي هو وانتوا عم تسكبوا بالصحن بتاخذوا معلقه من هالدقه. شو الدقه؟ الدقه عباره عن فلفل اخضر حر، انتوا شوفوا قد ايه بدكم يكون حر، توم بندق مع نتفه ملح وبعدين بنعطيه ليمون. يا سلام على معلقه منه فوق الرز واللحم. هروح جيب لك التوم واجي ركض. يلا تعالي. وانا هون مش عارفه اقدح لكم توم للبن ولا نخليه بدون، كيف بدي اعرف؟ شو رايكم؟ اهلي بيقدحوا له، ناس كثير اذا شافوني عم بقدح له يمكن يزعلوا. تيجي ما نقدح له عشان ما نزعل الناس. طيب بس شو رح اعمل؟ رح اعطي اللبن معلقه منسف، معلقه سمنه. بس كمان اذا بتحبوا جربوه مع قدحه الثوم، اللبن معروف عاشق للثوم. بس يلا ما بدناش حدا يزعل منا. اوكي قريش عندك هون فلفل الحر. اوه ريحته. ثوم، اذا في ثوم اكثر يلا في. اوكي وفي عنا رشه ملح بتسهل علينا عشان ما يطير. ويلا كمان مين رح يعمل التخطيخ عشان انا تضلي انت مرتاحه حبيبتي؟ اما لا ما انا عندي شغل مهمات. طيب شو تعمل قريش؟ حافركهم بس لاعطي اول كسره. يلا هيك احنا بالاوكي، بس عم بدنا نستنى شوي انه نستنى شوي ليغلي. دائما دائما في كثير ناس بيخرب معهم الرز، مو شرط رز المنسف اي رز. خلينا نعطي معلومات طول ما احنا عم نطبخ. شو المشكله بيخبص معكم الرز غير انه بتكونوا زايدين مي؟ انكم بتوطوا عليه قبل ما يدخل على بيوته. ايش يعني يدخل على بيوته؟ هاي كلمة شيف القصار. القصار الله يسهل عليه يدش بيوته. احنا بنقول من عايده اكيد وبنقول له الله يطول بعمرك وكل عام وانت بألف خير يا رب. بيعمل هيك مثل فتحات او بدخل على البيوت، ساعتها بنوطي النار وبنتركه. تمام. قبل هيك اذا توطى عليه رح يخبص الرز 100%. ولساته هون ما غلي فرح نتركه. بتكون قريش هرست لنا الدقة. هيك الرز بيكون دخل على بيوته. هلا لازم الرز نوطي عليه ونسكره ونتركه. عندنا هون اللبن تقريبا خلص، دقينا الفلفل الحر مع الثوم وبدنا نعطيه ليمون كمان كمان. اوكي حطهم كلهم؟ حطيهم كلهم بالعكس طيب كثير. يلا جينا لأحلى بارت إن شاء الله. عندنا الخبز يا من قطعه، أنا حبيت اليوم أتركه هيك. حطينا شوية خبز للي بيحب يتشتش لحاله. منيجي لطنجرة المنسف، معلش وهي على النار تسوكي. أوكي راح أسقسق الخبزات باللبن. كيف الريحة قريش؟ آخ تفاصيل بتاخذ العقل. هلا بحاول اطلع المدهن على الخبزة اذا حدا بتضايق منه يعني، اذا لا لا ما عندنا حدا بيضايق من المنسف. عيشي حياتك. يعني اليوم حنورجيكي معنى الحقيقي لكلمة منسف. منسف حينسف بإذن الله. صحتين. هو الأكل لشو غير إنه الواحد يستمتع فيه وينبسط وياكل. سوسن شوفي لي هالعيون عليهم بألف عافية، بعد هالتعب بدهم ياكلوا وعم بشموا الريحة بالقليلة يعني. يلا هلا قريش حبيبتي ممكن الرز تكرم عيوني. هلا هذا كله رح يتشربوا الخبز. اوكي ناخذ الرز اذا بدك مننقل. طيب اوكي خليني انا انقل لك. ما تعذبي حالك دقيقة بس. شو هالطناجر قليلة، هالطناجر
شفتي؟ أنا معلش عندي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تسلم إيدك يغزل عين عليكي والله لا يحرمنا منك حبيبتي. بخور بخور صح. اليوم ومبارح وبكرة وكل لحظة شكراً لعلي عبد الوهاب من القلب. يعني التفاصيل يمكن التفاصيل ما فينا نشرحها كلها لضيق الوقت فيها. لا إحنا اللي بنطبخ منحس. شوفوا لي هالطنجرة كيف طبخت لي هالرزات أكثر من إنه إيد اليمين بكل بيت عن جد. يلا هلا رح أسكب اللحمة. نرجع ناخد اللحمة قريش. يلا من هلا تعطينا قريش اللحمة. عنا المكسرات رح أحط نص على الرز والباقي على اللحمة عشان وين ما طلعت إيدكم طلعت إيدكم يطلع لكم مكسرات اللي هي بتطيب أكبر طبخة. أوكي أريج بعد ما أحط اللحمة بدي أغلبك تحطي لنا اللبن هون. هاي ما بتنفع للحمة. أوكي بدنا واحدة شوي. أوكي هلا نبلش نحط اللحمة مو دايبة اللحمة نيفة زي ما بيقولوا فستق زبدة. هاتي هاي عنك وخدي انتي الكفكير. صح شو بتسموها؟ هاي كبجاية. كبجاية؟ كل شي بنحط فيه شوربة ومرقة كبجاية. هاي انتو بتقولوا بس احنا بنقولها كفكيرة. نحن الكفكير اللي بيكون فيه فتحات اللي بنشيل منه الشي اللي عم ينقلها. اوكي هلا هيك اللحمة بصراحة دابت بزيادة. طب بس دقيقة هاي شو؟ كفكيرة احنا عنا. لا ما حقولها كبجاية هلا بعد مليون سنة. طيب مو في مثل بيقولوا بتاخدي الكباية من الكبجاية؟ هذا عندكم قريج مو عنا. خلينا نسكر على ال نحن عنا بسوريا نحن عنا الجنوب جنوب سوريا مشهور بالمناسف. حوران والسويدة. حوران يعني هو سهل حوران. هاي هاي التشتشي مش غلط. فبيقولوا غطوا وش العروس. يلا غطي لنا وش هالعروس. يلا نصها قريش نصها. ايوه هيك صار المنسف. ما بعرف كيف الكاميرا حتاخد. ونحط معلقه السكب او معالق السكب. اوكي هاي معلقتنا وهي رح نحط معلقه يمين ومعلقه شمال بالذات اذا الاكل جاي بالنص عشان بس المعارك اللي بتصير. اوكي كل شيء جاهز. هاي إضافية بتتاكل زي ما بناكل أي شيء. بيكمل الطبخة. والخضار لازم مفروض بصل أبيض بس تسوكي اليوم عندنا بصل أحمر. وأهلا وسهلا فيكم وانبسطت كتير وشكرا أريج وموفقة يا رب بهالبرنامج بكل حلقاتك يا رب. الشكر الأول والأخير لإلك سوسان. بعرف برنامجك وبعرف وقتك فإنه خطفناكي هذا شيء عظيم بحد ذاته. لا بالعكس بحب. كل عام وانت بألف خير وعيلتك يا رب صحة وسلامة دايما. وإن شاء الله إن شاء الله شو الأفنيوز؟ إن شاء الله احكي لنا لمحة سريعة عن الأفنيوز. ولا شيء إن شاء الله في مطعم بعد رمضان بيكون فاتح بإذن الرحمن. يا رب بإذن الرحمن يا رب. أي شكرا كثير كمان لأريج لمحطة العدالة الاي تي في ولعلي عبد الوهاب المطوع لكل شيء. شكرا لكم كل سنة وانتم سالمين.